بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا ومتابعينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصراحة لا أعلم ألا أقول لكم إني سعيدة وأقول لكم إني حزينة. سعيدة لأننا على مشارف العشق، على مشارف الإمام الحسين سلام الله عليه، وعلى أبواب كربلاء في مسيرنا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. أو أقول لكم أني حزينة بأن تكون هذه آخر حلقة لنا على طريق المشاية، ولكن أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون معكم في حلقات أخرى لكي نرى حقيقة ثورة الإمام الحسين بعيون غير شيعية، بعيون تنظر من منظور آخر إلى هذه الثورة الحسينية. الليلة إن شاء الله سأكمل ما بدأته والألم الذي حدثته أو حدثتكم عنه في الحلقة الماضية، لما قلت أنه يؤلمني أن جانب من المسلمين لا ينتبهون، لا يؤمنون، لا يرجعون أو حتى لا يبحثون عن حقيقة الإمام الحسين سلام الله عليه. ولكن والفضل لله سبحانه وتعالى، جدا سعيدة اليوم أن يكون عندنا حضور لتجمع العلماء المسلمين من لبنان الذين تعودنا أن يكونوا المبادرين دائما في الوحدة الإسلامية. ولهذا الليلة سيكون معنا الشيخ صهيب حبلي، وهو على مدى فترة طويلة عمل على هذه الوحدة الإسلامية، وهو رئيس جمعية ألفة للتقريب، وأيضاً هو سفير السلام. أهلاً وسهلاً بحضرتكم شيخ صهيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يتقبل إن شاء الله وعظم الله أجوركم. بارك الله فيك. كيف طريق المشاية شيخ صهيب؟ والله يعني سبحان الله، يعجز اللسان عن الوصف. الحب، الكرم، كما قال ابن عطاء الله: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. نعم. هذه الطريق فعلا هي طريق القدس، فلولا الحسين عليه السلام لم يكن هناك همة لحب الجهاد والاستشهاد، لم يكن هناك طلب للشهادة وللرفعة وللعلو، لم يكن هناك يعني مدرسة لنتعلم أن لا نسكت عن الظالمين. أحسنتم. لم يكن هناك انتصارات. أحسنتم. فانتصارات لبنان سببها هذا الطريق. أحسنتم. طريق الحسين الذي هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. شيخ صهيب، أنا أول حلقة قلت أنه كثير من الناس يسيرون على طريق المشاية بألم كبير. نعم. في أقدامهم، ولكن هناك قوة روحية وعشق يأخذهم ويصبرهم للوصول إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. وقلت أنه في الحياة أيضا هناك ناس سائرون مشايا على مدى حياتهم وأيام هذه الحياة إلى آل بيت رسول الله على نفس الوجع وصابرون، وأنتم المثال الأكمل لما أقوله. فيعني لطفاً، وأتمنى أن ننقل يا رب أن ننقل حقيقة حياتكم، ما عشتموه في سيركم إلى آل بيت رسول الله، خاصة من بعد كتاب إسلامنا لا إسلامهم. يعني بداية، هذه قصة طويلة، البيئة لها دور، الاختلاط، التزاوج له دور، سنة وشيعة. الرؤية بفضل الله تعالى، أكرمنا الله برؤية يعني يبصر الإنسان من خلال هذه الرؤية. نعم. أهمية يعني الدفاع عن آل البيت. نعم. ومهما دفع ثمن، يعني اليوم عفوا المشاية والتعب والمشقة، لكن كنتم تدفعون أرواحكم الجسدية، ولكن يعني تعب فيه لذة. نعم. والشقاء فيه سعادة، باعتبار أنه تعلق الفاني بالفاني يفنيه. نعم. وتعلق الفاني بالباقي يبقيه. نعم. حسن. والحسين باقي. حسن. يعني حسين مني وأنا من حسين. فطبعا المقامات لها ثمن عند الله عز وجل، الإنسان بده يدفع ثمن المقام. نعم. الذي اختاره، ثمن الموقف. نعم. ثمن المحبة لآل بيت رسول الله. كل إنسان صار في هذا الخط بده يتحمل. نعم. يعني بده يدفع ثمن الحصار، ثمن القتل، ثمن السجن، ثمن كل الأثمان اليوم التي يدفعها أنصار آل البيت وأحباب آل البيت. نعم. عليهم السلام، بسبب محبتهم وبسبب انتمائهم وموالاتهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ صهيب، أنا قلت أنه هناك من سار على مدى هذه الحياة وعاش الألم للسير إلى آل بيت رسول الله. أنا أريد أن أبين للمتابعين الكرام، وهذا بلسم على قلبي، لأنه في الأيام السابقة على الحلقات السابقة كنت أقول يؤلمني أن تأتي الرسالة لعشق آل بيت رسول الله من المسيحيين اليوم بهذه القوة، وكثير لم يدركوا حقيقة الإمام الحسين. اليوم تأتي الرسالة من سني دافع وسعى، ووصل الأمر إلى عبوة ناسفة، إلى سم، إلى كل هذه الأمور. مررت بهذه الفترات في حياتك؟ نعم الحمد لله. بداية قبل ما نذكر سني وشيعي، نحن نتحدث بالإسلام. أحسنتم. الإسلام أكبر من المذاهب. نعم. ومرحلة الإمام الحسين عليه السلام هي مرحلة إسلام ولا إسلام. أحسنت. ليست مرحلة سنة وشيعة. أحسنتم. هلأ موضوع العبوة طبعا بسبب الكتاب، كتاب إسلام ولا إسلام، والذي وضعت فيه طبعا الفوارق والمقارنات بين الإسلام الأصيل اللي هو إسلام محمد وآل محمد وبين أحسنتم. الإسلام الدخيل، هذا الإسلام الحق اللي شوه صورة الإسلام وقتل باسم الإسلام، ذبح باسم الإسلام، فعل ما فعل باسم الإسلام. كان لابد في تلك الفترة من يعني هذا الكتاب اللي سبب هذه العباب، يعني وضعت لي العبوة ووضع السم. الحمد لله على السلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني على سلامتك. يعني اليوم يمكن نقول أنه أنا قرأت الكتاب ورأيت مدى تبيان حقائق على مدى التاريخ. مهم للمسلم أن يدركها اليوم، لأنه لا يكفي الإنسان أن يكون صالح، بده يكون صالح مصلح. أحسنت. واحد عم بيصلي ويصوم وكذا، وبعدين ماذا قدمت لدين الله؟ أحسنت. يعني أنا بوقت الكتاب هذا ذكرت أدلة يعني من هو معاوية وكذا بالضبط. عند بعض المشايخ يقول مثلا أنا هيدي بدها جرأة. بعض المشايخ يقول أنا أخسر المصلين عندي. نعم هذا مؤلم. يعني احنا اصبحنا كاينه في عالم الترندات، يعني اخسر لايكات واخسر مثلا. نعم. او البعض يقول انه انا بتامل لي بديل مثلا اذا انا طردت من الاوقاف، لانه المؤسسات الدينيه السنيه اليوم عندنا مؤسسات وظيفيه. نعم. وليست مؤسسات رساليه. نعم للاسف. فلذلك اليوم الانسان بده يتعلم ليكون رساله، ليكون وصل. نعم. رساله. نعم. يعني يدافع عن الحق. يكفي حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: قدموا أولادكم على 3 خصال، على حب نبيكم وحب آل بيته وحب قراءة القرآن. أو حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أنت مني لعلي عليه السلام بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: كنا نعرف المنافقين ببغضهم لعلي بن أبي طالب. سبحان الله. فهيدا الخط اللي هو أصل، أنا برأيي مش قصة فقط نجتمع لأجل فلسطين. نعم اليوم فلسطين ساعدت بالوحدة الإسلامية، اليوم وجودنا هون والعمائم السنية وتجمع العلماء المسلمين، وجوده أيضا الناس يعني تنظر إلينا، تتصور معنا، تنبهر، تفرح بهذه يعني بالحضور. ولكن ينبغي أن نؤسس وننطلق انطلاق صحيح بأنه هناك موروث خاطئ تربى عليه كثير من الناس. صعبة هذه الكلمة على الكثير من العقول. ظنوا أنه هذا هو الإسلام. نعم طبعا ثقيلة على الوعي. صحيح. يعني اليوم ما هو الحل لكي نخرج نحن من هذا الموروث الذي جعلنا نرى أشخاصا هم أساس في تدمير ديننا الإسلامي، نراهم وكأنهم بطوليين؟ الموضوع باختصار ما بده كثير. أول شيء بده مشروع، هدف، نرفع من رفعهم القرآن ونضع من وضعهم القرآن. بينوا لمتابعينا الذين يتعنتون ويقولون لا ليس هذا. المعاند يصعب الحديث معه أو إقناعه. نحن نسعى لهداية المضلل الغير معاند، أما المعاند الشغل عليه صعب. فلذلك بدنا نبين أنه الإسلام أكبر من المذاهب. أنت اليوم بطريقك للإمام الحسين عليه السلام تنتصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هذا هو طريق الحق. ليش قال حسين مني؟ معروفة واضحة عند كل الناس، لأنه ابن بنت رسول الله. طب شو يعني وأنا من حسين؟ كثير من الناس بمروا عليها مرور كثير. صحيح. وأنا من حسين أي استمرار ديني بما فعله الحسين. استمرار الحسين استمد خرج لطلب الإصلاح في أمة جده. نعم. فاستمرار دين محمد بنهج الحسين عليه السلام. نعم. ولو البعض بده يقول عنا مغالين ويتهمنا بالاتهامات، لا، هو الحقيقة اليوم يعني الإمام الشافعي قدوتنا بذلك، لأن نعم. كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب. نعم. اليوم شيخ صهيب صراحة يعني تكاد الطائفية والفرقة المذهبية التي تبث عندنا تكسر ظهر أمتنا بأتم معنى الكلمة. اليوم أنت كشيخ ويعني منتمي لمنهج علماء المسلمين والوحدة، ما هي الرسالة التي يمكن أن نوصلها من خلال التاريخ عن حقيقة هذه الفرقة الطائفية التي نعيشها اليوم، وإلى ماذا تؤدي في أمتنا اليوم؟ مجرد النظر بعين يعني وبصيرة، نعم، إلى التاريخ، إلى أحاديث رسول الله، إلى الآيات القرآنية، بوصف الخوارج، بوصف الذين لبسوا ثوب الإسلام، تظاهروا بشعائر الإسلام ودمروا الإسلام من الداخل. مجرد النظر أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، أنهم يحسنون القول ويسيئون الفعل، نعم. أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فالقرآن هو الميزان، هو الفرقان. أحسنت. فلما القرآن يبين لنا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لما الواضح أهل البيت عليهم السلام ومكانتهم، وإن كل إنسان بده يعني يتجرأ أو يتعدى أو يقول إنه هذه مغالاة وكذا، هذا يزعج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا غابت عنه المفاهيم الإسلامية الحقيقية. سمع لبعض الناس، سمع لبعض الترويجات، سمع لبعض الموروثات، وكرر مثل الببغاء، ما فهم الإسلام بحقيقته. لأنه الإسلام لو رجعنا، خلينا أصل البلاء اليوم مين؟ بصراحة أخبروني أنتم الشيخ، أصل البلاء هو معاوية. تمام. والدسائس اللي انحطت بكتبنا في مراسيم لمعاوية إن شاء الله، من هالمراسيم المرسوم الذي أريتني إياه، نعم. ونحن على الطريق، نعم. صادم. من هالمراسيم اللي أصدرها معاوية إنه أي إنسان يمدح علي بن أبي طالب أو يوالي علي بن أبي طالب يهدم بيته وتتوقف عنه المساعدات أو العطاءات أو يعني هذا التاريخ. وجانب اطمسوا كل ما يمدح آل البيت وأخرجوا لي حطوا وضعوا لي. نعم، أنا قرأت وانصدمت بهذا الكلام. هذا يكفي مقتل عمار بن ياسر، يكفي السب. اليوم بيقولوا لك بسبوا، طب من بدأ بالسب؟ معاوية هو أول من بدأ بالسب علي عليه السلام على المنابر. وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اليوم في تحريف لكثير من الأمور، يعني حديث مثلا إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، تبدلت التاء بالباء. إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه، حطوا له نقطة. فاليوم في تشويهات كثيرة وكبيرة للأسف. ما عندنا مشروع فكري يوضح ويواجه يعني هذا الفكر، يعيد بناء الفكر الإسلامي وينقي الموروث الذي وصلنا اليوم. صحيح. يعني اليوم من حضرتك يمكن لما نتوجه، يقول لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، عفوا، فيهم المسلمين أمرار ما فيهم يهربوا منه. الأمويين ما قدروا يهربوا، بقي الحديث يعني لعبوا بتحوير المعنى. نعم. لما يقول لي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، شو يعني سيد؟ سيد الدار ما فيك تفوتي على الدار إلا بالاستئذان منه. أحسنتم. سيد القوم ما فيك تفوتي على القوم إلا بالاستئذان منه. أحسنتم. طيب، سيدا شباب أهل الجنة ما فيك تفوتي على الجنة إلا بالاستئذان من سيد الجنة. يا الله. يا الله. ولكن في للأسف قلنا موروث، يعني الموضوع بحاجة لجهد. واليوم السنة بفضل الله تعالى ما نراه اليوم بالمشاية من عمائم سنية بجهود تجمع العلماء المسلمين وبجهود الآخرين، بما فعلته فلسطين، بما فعلته الجمهورية الإسلامية بدعم، صحيح، الإخوة في فلسطين، صحيح، بدعم المقاومة ومحور المقاومة، وعمل جبار أيضا من العتبات يعني بصراحة. طبعا مع الشكر طبعا للعتبات، نعم. يعني نعم. بس كل ما نراه اليوم أفشل برأيي كل المخططات اللي سعت لها بعض الفضائيات العميلة بالتفريق بين المسلمين. وبعد كل انتصار على فكرة عسكري تتغذى الفتنة السنية الشيعية أكثر فأكثر. نعم صحيح. فإن شاء الله بإذن الله لن تنجح هذه الفتن وستبوء بالفشل بهمة المخلصين وبجهودهم. نعم. وبارك الله بالقناة بكل ما يعني بكل من يعمل يعني على وحدة الإسلام ساعية على هذه نعم. نعم وحقيقة يعني قناة الكفيل سباقة بهذه الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل يهيئ ويسخر من يعيد لهذا الدين إن شاء الله. نعم. وهذه الذكرى كل سنة تأتي عاشوراء ويأتي الأربعين والناس تجتمع لتجديد العهد. نعم صحيح. لرسول الله ولآل بيته. صحيح. وللمقارنات ماذا قدموا لدين الله وماذا صحيح. قدمنا ماذا صحيح. فعلوا وماذا نفعل. صحيح. مجرد التفكير هيك الإنسان يقارن هالمشقة والتعب هو يجدد العهد. هذه الدمعة الموجودة عفوا عند كثير من الناس. أنا برأيي اليوم كل إنسان مسلم يفحص قلبه. يعني هل تنزل الدمعة عند ذكر آل بيت رسول الله عند مصابي الإمام الحسين عليه السلام؟ إذا نزلت الدمعة ممتاز معناتها أنت مسلم حقيقي. إذا كان في جفاف لأنه جمود العين دليل على قسوة القلب. صحيح. إذا كان في جفاف وجمود العين معناتها في مشكلة. خلينا نرجع للتربية الروحية اللي هون هلا هيدا المشوار اليوم نعم المسير. قبل التربية الروحية خليني أسألك شيخ صهيب من منظور سني مدرك بحقيقة آل بيت رسول الله ولعلي أقول محمدي مسلم. نعم. ما هي رؤية الإمام الحسين سلام الله عليه؟ رؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما بدها شرح كثير. الإمام الحسين هو جده وجده هو الإسلام. فاليوم إحياء هذه الشعائر هي إحياء للقلوب. من لم يفهم الإحياء فليس من الأحياء. الإحياء والارتباط الروحي بالإمام الحسين عليه السلام هو الذي يثمر زهدا وخشوعا وصلاة وجهادا ونصرا ويثمر همة ويثمر دمعة ويثمر كل الثمرات اللي عم نشوفها اليوم بفلسطين. وأنا ذكرت اليوم مشهد كربلاء نراه في غزة. ما حصل مع الإمام الحسين من حصار وتجويع وتدمير وقتل وأسر نراه في فلسطين. اليوم هي التي تجسد كذا. ومن يمثل يزيد هو كل خائن كل متآمر. نعم. كل متخاذل نراه في من ظلم. كل من يظلم الكون بأسره. لأنه بديش أقول المسلمين. الإمام الحسين عليه السلام ليس للإسلام فقط. الإمام الحسين علم كل الكون كل الناس أنه كيف الإنسان يكون مظلوما فينتصر أنه لا يسكت على الباطل. فلذلك الإسلام لما يقولوا مدرسة نعم هي مدرسة وهي نهضة قرآنية بكل ما للكلمة من معنى. والإمام الحسين خرج لأجل السنة. اللي بصغروا الأسم بيقولوا سنة. نحن نحكي بالإسلام لأنه القرآن قال جده هو سماكم المسلمين. أحسنتم. فخرج لأجل السنة. قال أما ترون أن كتاب الله لا يعمل به؟ نعم. وأن السنة قد أميتت وأن نعم. البدعة قد أحيت. فخرج لإصلاح ما فسد في دين جدي. نعم. واليوم نحن عندنا نفس المشكلة. نحتاج إلى هذا الإصلاح 100%. فعودتنا إلى ثورة الإمام الحسين تكاد تكون. أنا ضد ثورة. هيدي النهضة أنا دائما مسميها نهضة. نهضة نعم. نهضة قرآنية. فعودتنا إلى نهضة الإمام الحسين تكاد تكون هي حلنا الوحيد. ما رأيكم؟ 100%. اليوم إذا أنا فعلا من أتباع الإمام الحسين ومحب إن الحبيب لمن يحب مطيعه. اليوم في فساد ولا ما في؟ في تبدل للدين وكتاب الله. نعم. أهمل أو هجر. في قطع بيننا وبين الحق سبحانه وتعالى 100%. فالزمن يعيد نفسه. كتاب الله لا يعمل به. السنة أميتت. البدعة أحيت. موالاة الظالمين كتر. فكان الإمام الحسين عليه السلام بآخر اللحظات حريصاً على هداية المضللين، ويقولون ألست ابن بنت نبيكم، ألست كذا ألست كذا. كان حريص حتى أنه طلب يصلي، فالبعض قال إذا سمحتم له بالصلاة خسرنا المعركة، لأنه كانوا مروجين كما روجوا لأبيه أنه لا يصلي، أنه علي عليه السلام وقتل في المحراب وكان يصلي. فالموضوع موضوع اليوم كل المضللين مسؤوليتنا. اليوم نحن بده يكون عندنا جهد مضاعف لإصلاح المضلل الذي وصله الدين بطريقة خاطئة. نعم. خذ الدين من منبعه ومن أصله. نعم. أبو أيوب الأنصاري كان يوما على قبر رسول الله. نعم. فات مروان بن الحكم. نعم. قال له أتدري ماذا تفعل؟ ويعني أساء له، فبكى أبو أيوب. نعم. قال له لا تبكوا، قال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. فاليوم كثير من الناس روجوا لإسلام ولدين لا يشبه إسلام محمد وآل محمد عليه الصلاة وآله وسلم. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نعم. قبل أن أختم أريد أن أخذ منكم كلمة شيخ صهيب، لعلها بالبداية رسالة إلى متابعينا، وكلمة كلمات هي أبياتك رائعة للإمام الشافعي طويلة حأختصر منها، يقول فيها: تأوه قلبي والفؤاد كئيب، وأرق نومي فالسهاد عجيب، يصلى على المبعوث من آل هاشم ويغزى بنوه إن ذا لعجيب، هم شفعائي يوم حشري وموقفي إذا ما بدت للناظرين خطوب، لئن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب. أحسنتم أحسنتم. أحبابنا ومتابعينا، نصل إلى ختام هذه الحلقة على طريق المشاية إلى الحبيب إلى العشق إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. لعلكم التمستم وفهمتم حقيقة هذه النهضة، حقيقة هذا الوقوف للإمام الحسين وهذا الاستشهاد. الإمام الحسين ثار ووقف ونهض واستشهد لأجل كل إنسان على وجه الأرض. الإمام الحسين لم يطلب لا منصبا ولا دنيا، وإنما طلب لكي نحيي أو وقف لكي نحيي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، هذه العلاقة التي أساسها أن يكون المرء صالحا مصلحا، أن يكون بينه وبين من هو حوله مودة ورحمة، هذه المودة التي لا تكون إلا سلوكا نابع من وعي ومن بصيرة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. لما تاهت هذه البصيرة ووقف الإمام الحسين ضد الظلم، ضد كل من أراد أن يوقف مشروع الحق وأراد أن يضلل عن هذا المشروع وينشر مشروع الباطل وهو مشروع يزيد ابن معاوية. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الأربعين المقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.